بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناه تفسير احلام والرقيه الشرعيه. النهارده هنتكلم عن رؤيه الملابس، وبالاخص رؤيه الملابس الخاصه بالمدرسه او الملابس المدرسيه. لما يشوف الرأي انه بيلبسها او بيشتريها هنعرف معناها بشكل مختصر. اولا، لبس الملابس المدرسيه في المنام من الرؤى اللي احيانا بتدل على صعوبه او مشاكل ممكن يواجهها الرأي. الفتاة العزباء لما تشوف انها لابسة ملابس المدرسة ورجعت تاني للدراسة، فمن الرؤى المبشرة ليها بالزواج القريب. كمان لبس الملابس المدرسية وتشوف انها واقفة في الطابور بتاع المدرسة احيانا بيدل على تعطيل في بعض الامور الخاصة بيها، سواء خاصة بزواجها او خاصة بعملها. كمان رؤية ان ارتداء الملابس المدرسية في المنام والذهاب للمدرسة من الرؤى اللي بتدل على تحسن في امور الرأي بشكل عام، وكمان من الرموز اللي بتدل على النجاح وعلى التفوق، وعلى انه هيقابل بعض العقبات ولكن هيزولها او هتخطاها. لو شاف انه بيرتدي ملابس المدرسة لونها اصفر ساهي، فمن الرؤى اللي بتدل على فرحة وعلى بهجة وعلى زيادة في المال بالنسبة للرجل. كمان لبس الملابس المدرسية الحمراء في المنام، فده يعني انتصار للرأي على اوضاع او على حاجة ما كانتش كويسة في حياته. ارتداء الزي المدرسي الاسود في المنام احيانا بتدل على ضغط ممكن يتعرض للرأي، على فوضى، ولكن هيصل للنجاح في النهاية. كمان لبس المدرسة او الزي المدرسي ويشوف الشخص انه رجع تاني للدراسة وشاف ان الدراسة سهلة، فمن الرموز اللي بتدل على تيسير في امور الرأي وتحقيق نجاحات وتحقيق انجازات. اللبس المدرسة الازرق في المنام، فده تحقيق طموح وتحقيق احلام وتحقيق نجاحات وانجازات في حياته، سواء في عمله او في دراسته لو كان لسه بيدرس. كمان الزي المدرسي برضو من لما يشوف الشخص انه لابس زي مدرسي وشكله حلو عليه، فده اجتهاد الرأي، اجتهاده سواء في عمله او في حياته بشكل عام.